إلى مشينا لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، البرنامج الطموح، هادو كلهم مشاريع ديال صاحب جلال الله ينصرو. أنا كنعتبر يعني دوزت قريبا 14 ولا 15 عام في وزارة الفلاحة قبل ما نكون رئيس الحكومة، بأنه هذا من أحسن يعني البرامج الكبرى اللي نجحت في بلادنا، واللي عطات واحد يعني واحد المضودية اللي هي مهمة بالنسبة للمواطنين، واللي هي المنبع ديالها لا سورس ديالها منين جات، هي من عند لوكال، هي لا كومين اللي كدير الطلب ديالها، هي لا ريجيون اللي كدير الطلب ديالها، هي الوالي اللي كياخذ القرار ولا العام اللي كياخذ القرار، وكيكون واحد التكامل، واحد سميتو واحد التفاعل بين الادارات المركزيه والاداره، وعطى نتائج. وتقريبا تكلمت قبيله على اكثر من 48 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار اللي تعملات في هذا سميتو هذا برنامج اللي هو ناجح. الماء والاستثمار مشاريع كبيره، تكلمنا على المونتون توتالور، باراجات جداد، محطات ديال التحليه ديال المياه، ثلاثة ولا أربعة هما أونكور، جوج وجدوا، عشرة غادي يداو يعني في السنوات المقبلة. هادو كلهم المحطات ديالهم راهم جهوية في المنطقة باش يمشيو مع الساكنة. لي باراج كذلك عندهم واحد الدور كبير. لي سوي الطلبات ديال المواطنين، هادوك لي سوي ديال الماء باش يحبسوا الماء، هادشي كله خاص التفاعل مع يعني التريتوار، والتفاعل مع المناطق الجهوية، والتفاعل هذا في كل هذه برامج اللي هي غادي تكب يعني في هذا النطاق. الفلاحة كلها استثمارات يعني خارج الرباط، يعني خارج مدينة الرباط والدار البيضاء، هي في الجهات، هي في المناطق، هي ما يعني استثمارات اللي هي جد مهمة اللي كنواكبوها. يعني كاع فين ما كاين الخلق ديال الفالور اجوتي يعني ديال القيمة المضافة راه كتكون يعني في الجهات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.